نبدأ على بركة الله الدرس الليلة 25 من سلسلة شرح الأخبري. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مضمضة مستنشق مستنذر ورد مسح الرأس فيما أظهر ومسح رجلين وتجديد الماء لكي ترطب الفروض تما. لا فيه هو ضعف ذات البوغ نفسه. لا قاعد بحكي عليه البارح. لاني لاحظ انه ما هو مساعد صوته مهم. أيوه الله يجزيكم. نبهت عليه البارح، ذكرت بيه بي اللي فاطل له فيه ضعفه. كان يا الله اليوم عدل له شيء في النهار كان وين. نفس الشاكية من نور قدام الصوت طلع له شيء. بسم الله. بسم الله نبدأ على بركة الله الدرس الليلة 25 من سلسلة شرح الأخبري. نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مضمضة مستنشق مستنذر ورد مسح الرأس فيما أظهر. بسم الله. قال لنا الأوضو اللي نتكلموا على أخباره. قالوا علينا ان هذا الوضوء اللي نتكلم على اخبار الوضوء باطل لانه فيه فوائد عديده فذكرت لكم بعضها وهي فوائد لا تنتهي. كل اشياء امر الله تعالى به فوائد ففوائده لا تعد ولا تحصى. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. قال هذا المخلوق اللي محافظ دائما على الوضوء فاغلب اوقاته لم يرزق الله بعده مسائل. وحدا غالبا ما يتعرض له مخلوق بسوء ما انتقم منه. مخلوق اللي غالبا ملازم للطهارة لانه قاس عليه والذي عليه مخلوق هم يظلم ما اجبر مشكلة في نفسه. انه على شكل سلاح مولاه ما يقرا منه حد لا يعتدى عليه ما انطلقت عليه النار. ثانية قلت لكم الليلة الماضية على انه يساعد في حسن الاخلاق. ويوسع الله به الرزق، يفتح به شيء من الرزق ما كان متيسر. كذلك قالوا عنه يحفظ به من المعاصي. ان اكثر الناس اللي الطهاره اللي اعلى الطهاره غالبا يعاونها مولانا في نفوسها لا تكاد تعصي. يقوي مولانا عزيمتك على ترك المعاصي. وانك ما تتلبس بقله الطهاره مع قوات نفسك عليك. وان تتقوى على النفس بالطهاره تضعف شهواتها ويضعف عزمها المحالي ويقوى فيك الجانب الطيب من بركة فيك الطهارة. كذلك قال عنها من موجبات المنشطة الأعضاء تجعلك كنت كسول وطهارة تعاون على النشاط. حتى قال بعض العلماء إن المخلوق ما تعود عليه جنابة ما جاهل يطرى له استخمام تكثر عليه مشاكل ما يعرف قاع اخبارها. ينعود عليه الجنابه هو ما بينزلها
يبدأ يشعر بالهم، يشعر بالتخمام والضيق، ما أفلمت مونك اللي ينزلها ويطهر، يبدأ رب العالمين يفتح عليها أبواب الفرج. معناها ان يلا كل واحد منا يحافظ على طهارته كما امره الله، ويحاول يعود امه اللي دايم به ما يعرف اي تاريخ، واللي منكم عليه جنابه ما قط نزلها من الليله ينزلها وينزل عنه، لكن اللي كان يعصي به الملك كان يحاول يصلح مع مولاه، يقول يا مولانا من الليله ما بقيت حيا، ان شاء الله نصلح معاك، ندور الله العافيه وندور الله شيء متعد، لكن عدى اللي قلت يا مولانا واجب انك تسامحني ذاك اللي مضى. ومولانا كريم كريم، هذا من ناحية بعض فضائل. وكافيكم اللي رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال لو أني ماني خايف من مشق على أمتي ما نبتش الشق عليها، إن آمرهم من مات لحد منهم يصلي ما فات ينسوك. يعود عاد السواك قاع من فرائض الوضوء، ولا تصح الصلاة لغير مستاك، حد ما توضى ما تصلح صلاة، وهذا ان حد ما تسوك صلاته ما يصحيح. قال كنت راهي نعدل يا غير خمس لعل نشق على امتي ولا شدت عليه. اللي سوك زينه ولكن تمشي، واللي ما سوك ما عدل معصيه. قال بعد ذات وشر كبير لولا انا شق على، وهذا الحديث يفهم منه النبي صلى الله عليه وسلم خلي له مولانا مساحه عموميه يتدخل فيها. دي كلمه لولا انا شق على امتي لفعلته، يدل على ان مولانا يخلي له نظر، ولكن يظهر له انه هو المصلحه كي الطبيب يعدل. معناها خارج من الاوامر اللي يجيه مكبط ما يتدخل فيه، وخارج من الاوامر اللي قالوا خرصوا ذاك اللي ظاهر لكنه مصلحه عدل. لما انا عرفت لكم فهمتوا، لولا انا الشقة على امتي تدل على انه فكر اولا في يقول لهم كذا، يا غير خرصه الامتين البو رجع عن ذاك الامتين وخفف، وهذا يدل على ان مولانا اعطاه حق النوى. معناها شوف لكن قال له مره زوجاته، قال له شوف تزوج بتسعه الى بقيت، ولا بقيت احكمهم ولا بقيت اطلسهم ولا بقيت شو معاهم ولا بقيت كذا، ترضي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء، تقبض اللي بقيت منهم وتطلس اللي بقيت، ومن اعتز من ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. اللي قبضت واللي اطلست وحزت عليك ورقليت واللي ما كذا واللي اعطيت واللي حرمت واللي بت معاه واللي ما كذا ما يتخلم لك ولا لديك، لان الاحكام من مولانا ومولانا فاتحك. إن سمعت عائشة قالت يا رسول الله ما رأيت الله إلا يسارع إلى مرضاتك. ده القرآن قال لا متبارك لا يعدل لك أنت اللي الدار. عايدة مرة وتصلى ما ثلاث حاكمة الشيخ. ما المسرة ما ثلاث حاكمة من نص سلك. والنفاق ما أمرك فيه نمشي. وإن النفاق ما يواجب على النفاق ما واجب عليه النفاق. ولا واجب عليه عند البين زوجاته. واحدين بعد قالوا ما واجب عليه النفاق. ولا واجب عليه عمر بناتهم الا فوت عند 11 سنوات ودخل ما جاهد ما يقدر يتكلم لحد. تعرف الصلاه به اللي وقع ما يولى. ما هو لا يعدل شيء في ظلم به اللي هو مو رجل يبرت على العصمه. ولا يعدل يكون شيء يرضي مولاه. وهي عاد هو مو رجل على العصمه عاد مسكوت عنه توك تقع مو رجلي ما لك لا يصب ما وشر يرضي مولاه. ولذلك عاد زوجاته لا يخرصوا اللي عدلوا ما عندهم لا يتكلم. وحس على امراه من المسلمين وياخذها الراس وما يجد حد يتكلم، الى عاد ولدها قاعد وابوها قاعد، ان قالوا هذا اكبر منك انت. الى قال انا وليها، ان قالوا هو النبي واولاد المؤمنين من انفسهم. اولى هو قاعد من امراه من راسها واهلها. لان هو سكن مولانا على الناس كامله، ما يتكل على امراه يرضى عصمتها. هذه الاخرى. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ قال لولا انا الشقة على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. يا غار قال افطنتني يا اكشاق. وقبلت وخففت ما قديت نقطع لهم، يا خليت لهم رقبة لعل الناس المغبية والناس الناحية مسواك، ولعل خليت لهم يكرم. صلى الله على سيدنا محمد واله واصحابه صلاة دائمة لدوام المسلمين.
صلاة يرضى بها عنا ويرضيه بها عنا، صلاة يشبر فوزها عند لقاء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ما تروا يصلوا من مولانا ما ونسوا. هذه يقول لكم عن السواك ما هو عظيم. إيه طيب خطينا ذلك. الليلة الكرم من سنن الوضوء وهي سبعة. أولا اغسل اليدين سابقا بعد قاعة تتناول بهم الماء. ثانيا المضمضة. ثالثا الاستنشاق. الرابعة الاستنثار. عارباك رد مسح الرأس مسح الوذنين. ترتيب السنن البنات واحد على أخر صاحبك. قالوا العلماء لماذا الترتيب وعدل الله من السنة ترتيب الأعضاء بيناتها من السنة؟ قالوا والله فيها اللي مولانا شابها بالواو ولا شابها بالفاء ولا شابها بالثم. قال من عرف كان عبد الله بن عباس قال لا أبالي أبدأت بالوجه قبل اليدين إلى معناها بدأت باليدين إلى المرافق قبل مسح على غسل الوجه أو بدأت بغسل الرجلين قبل غسل الوجه. قال ما قدير إلى رتبت لوغ وقلت الرتب إلى ما رتبت ما يسميني حد. قالوا له بكاش وهذا عنكم أول مشهور عند مالك. قالوا لأن مولانا يترى له يذكر لنا ترتيب فرائض لوغ ما دار بيناتهم الحروف اللي تدل على التالي. وعايد خارج شيء في العربية حروف هي تستعمل والله بعض الأدوات هي تستعمل مع إني تذكر معناها أن هذا لا بد من العود من التالي. واحد على آخر واحد ما يفصل معاه. الواو يجي بين الكلمة والكلمة ما معناها أنها متالي لكن معنى البيانات هم يقدعوا ما هو متالي. الواو لا يقتضي ترتيبا. أنا هي لا قلت جاء فلان وفلان يقدعوا فلان للتالي اللي ذكرت. إلا قد جاء الإمام والمؤذن يجب أن المؤذن هو اللي وجه وأنا ذكرته هو التالي بي اللي درت بناتهم الواو والواو ما تدل على الإمام التالي يجب أن التالي منهم هو الأول. يا غالي نقول جاء الإمام ذا المؤذن الزايني يدخلها معناها أنك مرتب معناها المؤذن هو التالي والإمام هو الأول. إلي نقول جاء الإمام ثم المؤذن معناها على المؤذن اللي هو التالي والإمام هو الأول. يا غير المؤذن بعد أنه ما جاء لأن ثم تدل على أنه جاء هو اللورا وأنه اللي بعدات ثم تدل على أنه التالي منهم هو التالي. يا غير معناه أنه بيناتهم قدر من الزمن والباقي تدل على أنهم مرتبين يا غير بالعجلة. واجمع يا كامل مولانا اجمعها فاية من القرآن. قال قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. النطفة لنعود الإنسان لا يريد مولانا المني اللي ما يحب تخرج من الراجل المرأة المولانا لا يريد أن يخلق منها الإنسان. عند من تنطرح في الرحم تبدأ تحرك تشتغل. ولذلك قال من نطفة خلقه ف جاءت الفاية الدالة على العجلة والتالي قال فقدره. ايوه قدره معناها بدا يخلق الانسان يتصور جنين. ان عاد لا يذكر ان انت لا ينبرص من بطن امه. قال ثم السبيل يسره ثم ليك ثم عايد الاف ذكر الشاء مدة الحمل كم يقدعوا ده 5 سنوات مبنبيتهم ثم راكبتهم على الاخرى. قال ثم السبيل يسره ايوه انبرص جاءوا شار الدنيا عاش كم يقدعوا دنوح 950 سنة فوته. قال ملي ثم السبيل معناها هو خلصه من الطريق. ثم اماته معناها اذكر الموت بين الموت والخلاجة ما معروف ايته. قال بناتهم ثم ايوه اللاني نذكر الصنمات. قال اماته فاخبره اللاني ما ترد في الشهر الاخبر اماته فاخبره ايوه كم نهي فوت في قبره ما نعرفه. قال اماته فاخبره ثم اذا شاء انشره. أنت لا يوخف من الأخبار لا في الزمن كم لكن لا يفوت في الأرض لا يفت ثم لكن لا يفوت حي لا يفت ثم
لكن لا يطوت القطر أمه ثم يا غير ما كهو فاء معناها بالعجلة وخلقه فقدره جات بالعجلة فاء. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب بالصح، والهمة تفيد الترتيب مع التأخير، والواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. فهمت ولا ما فهمتون؟ والدليل على ما تفيد الترتيب المولانا يقول عن مريم بنت عمران يقول يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. سجودي واركعي معناها انها تسجد اولا ثم تركع. هو الركوع معروف انه سابق السجود. ما غيروا تصلوا وش تعدلوا. تركعوا هي الاولى ولا تسجدوا بعدين تركعوا. معروف ان الركوع سابق السجود وعلى يدري يقول يا مولانا قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. عدل الركوع هو التالي به اللي بيناتهم الواو، والواو ما تدل على الترتيب. يقول عود التالي هو الاول والاول هو التالي لان ما تدل على ذلك. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قال عبد الله بن عباس مولانا يدري يسرلوه قال قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المراه وامسحوا و ولا جاب لنا الفال ولا جاب لنا الحمى. انا يعني مستراح ونقرمس ولا اللي مثل عذرت مواركني يصيب بالي. لأن ما فيه ثم ولا فيه الفيت. يفهمتوا ولا ما يفهمتوا؟ إذا معناها من ضمن هذا على أن الواو تفيد لا تفيد الترتيب ولا التعقيب، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب معناها شيء شيء عامل شيء بالعجلة، وثم تفيد الترتيب يا غير مع التأخير. هذا إن شاء الله عود بعد قاعد استفدت ولا لا؟ لا لا وحده. إيه طيب خلوا خفض أصواتكم سلام. شاكي الناس من التسجيل على ما يقدر تسمعوا، وخاصة بعض الناس اللي يعود يكبر قريب من الشريع يعود عاد صوت، والحمد لله أقوى من اللي قاعد في التسجيل نفسه. وخارجين أمالي واحدين مسكين واحد من قاعد خالج ومنربقين ما يسمع الله أكبر ما تري يرى الصف من الكوة ما يتحمل الله أكبر، ولين قاعد يسمع الأصوات يقول يشبه يبقى لقاع مريض القلب. ليش هو ليش لا العياط لو حال فيه عن الدرس يا الله تفوتوا ذيك الفرصه اللي مقبول يكبر يكبر تحت السلم. سمعتوا؟ طيب اذا المضمضه معناها اغسل ايديك اغسل ايديك يا الاولى. قالوا واحده من العلماء وفهم منهم الله اعلم هي الشريعه واقف تقول عن كل حركه في صلاتك خلوا الكلام لا تخاف مو حد خلوا اللي ما يتم يتكلم خلوا الكلام هذا. يقولوا عن ما خارج حركة في العبادة ما بعض العلماء حاول يفسرها يقعدوا تفسيرها خالي يقعدوا لها اجتهاد من الله أعلم. شفتوا واحد يقول عن رجع لي كبر تكبر في الحرام انه اللي عاد رجع ما هو مفهوم بهاللي هو اللي عاد رجع يطلب مولانا يلا يمد ايدي اللي عاد كذا يديرك يجب يديه التعب. لماذا الصيرين جبهم يعمل هذا؟ قالوا لأنه كالإنسان المستسلم لربه. إن الله تصندر يدين عود عاد عارف أنه معتون عليه يرفد يدين. من يرفدهم معناها يدي ما فيها سلاح ما فيه تمقاوم ما فيها عمد الشن دافع من عن نفسي اعتماد رقبتي تو. قالوا كذلك على اللوم ما في حركة ما تدل على رواية وقد ثبت على رسول الله على أن المخلوق اللي داوم على طهارته ما يبقى عليه بعد ذنب صغير ما كل عضو قسله تتقاطر سيئاته في المكان يستعمل. ولذلك قال بعض العلماء أن وسائل الشريعة تقول على فضلة الطهارة ما يلا يطهر بها لأن فيها ذنوب العباد هو فضل حتى ان يتوضا بها الى قديش ما توضا بها شبه. قالوا لماذا؟ قالوا لانها تنحط فيها الذنوب. وكان فيه بعض السلف الصالح يشوف لاميها يفاصل انها فيها ذنوب ويقول له خذ عني الى الماء هذا الماء ما قدر احمله هي اللي فيها وساخ الذنوب ويرجع ما قالها الورقات يفضل الذنوب عليه انك يقسم اللي يشوفها انه ما في عضو من الاعضاء ما تقصر لطاعة الله ما جاطر فيه السيئة. إيه ما تتوضا توفى من صلاتك
معناها الوضوء ما هو له انت من نفسك اعضائك اللي نفسهم طهاره كامله. وايوه وسبحان الله انه الاعضاء اللي نفس اعضاء اساسيه. انت هي تطهر له انت تغسل فرجك من البول داخل الاستبراء والاستنجاء. عاد بدك تفوز عليه صار لا تقرا بالكتاب ولا عاد له الصلاه. ايديك لا تغسلهم. عينك لا يتوخض على الوجه. لا تمسح على الراس. لا تغسل كرعيك. لا تتمضمض وتستنشق. لا تستنهى. ايه مخلوق اللي عاد شنو؟ معناها في اعضاء نقرصهم الشريعه وامرتك منك تنظمهم. الله اعلم بسر ذلك. والشريعه فيها شيء يدعو المفهوم وفيها شيء يغيب مولانا عن عقول العباد. اياك يا ظهر ياك اللي منهم يعدل يلقى له مولانا وسوى عليه. ولكن اللي يعدل الا مساله فهمها. خارج من الناس ترسي ما هو فاهم ويبط راسه. قال له اياك تعود عبد المولانا تم الله قال لك مولانا عبد وتوب. لانك انت منهم يعني. وعقلك شنو؟ قال يغسل ايديه سابق دخلهم في الماء. عاقب ياك يتمضمض معناها يدير المفهوم. عاقب ياك يستنشق معناها ينطر الماء بخنافره. من يدخل في خنافره من فوق. عاقب ياك الاستنهار معناها يرد المقاطع عن خنافره. عاقب ياك بالنسبه للسنك عاقب ياك ينطرين يفوت يمسح على راسه من عند قوارته من لورا يتقدم به شوار راسه يرجع. لكن المسح اللي هو سنه. عاقب ياك يمسح على وذنين. عاقب ياك يرتب الى اشياء بيناته. يشيلها من التالبة واحدة على واحدة ما يقدم ما يخطى منها أخرى. هذه هي السنة. وبعض العلماء لهم أركم أولياء سبعة بين مشهورين لحد 15. فقال هذه من أهمها. ولا فاهمين ولا ما فهم. أيوة قال العلماء رب العالمين من رحمت العباد وله الحمد وله الشكر. البلايدات اللي حساسة فرقاه قال إنها لا تمسها. وهذا لوجه اللي متركز فيه قدر من أعضاء المعاصي. العين اللي ما تنفض والخنافر اللي يشم والانسان اللي يموت والانسان اللي يتكلم ولوجه اللي ظل يدفن اياك يتلقى به للناس. يا مخلوق مولانا وليت من وجهك اياك تشوفك الناس انك زي اصير وجهك عندي الزينه البرت ما تدور بها وجه الله. جرعيها المكانك تتقرب بها المولانا كان يقصر عنك من دوين. انت ظل وجهك ما رجع لك. امر يغسلها وامر يبطها المولانا في الصراحة. ابرك المولانا كانوا يطفي عن وجهك من الوي. وعقد ياك قصره كان مولانا يطحها. عقد ياك من رحمة الملي الراس عاد لا ينفتح والولين لا ينتشر ولا ينقصر. لماذا؟ لانه لو كان كل لقاها والله يقصر راسه لتعطل الناس عن الوضوء في اسبوعين. لأن الراس والودنين ما يتحملوا الصقلة دائما. تصوروا أن الإنسان دائما اللي يحافظ على طهارة. لا يتم يغسل راسه ويغسل ودنين. ما يقدر يغسل. ولذلك من رحمة مولانا العباد ذيك المسائل ما تتحمل لا لا مسحوق. ذيك الأعضاء العاطي مولانا فيها قوة تتحمل. لا لا اقتلوا. ولا فاهمين ولا ما فاهمين. هو الانسان هذا جهاز غريب غريب وطوب جميع معاني. ثم الشيخ ماري قالوا العلماء على انك انك تعود له تتطهر وخايف من الماء البارد عليه ضره. اربض راس صبعه وديره في الماء البارد ولا تصب الماء على راسك لا يضرك. لغير فم جهاز اتصال اللاسلكي سريع. عند من انت تطرح صبعك في الماء وتطرح على ناورك يعطي مباشرة تلفونات الجميع أجهزة الدماغ. إنك رانك جايك البرودة هنا انقفض. يجي مكروص الراس وبالتالي لا اللي تصب عليه الملعون عاد كاز قدامه لأنه في حالة دفاع. وإنك مجرد استورط عليه ما ورج ما كان عارف. على إنها ملاها ينصب صبك وربما ما يعاني. تقبل قطرة باردة وتعمل هكذا تتحسس تمشي تلفون راسك. عند من يحس بها يبدا يتقفص. وما كان فاضل الانسان. اعطاه مولانا جمه ما يقدر يدير فيها لقمه حامية ما تفسخ. وانتسخ. وهو يوكل بيديه. عاد قال له مولانا اياك يسلك له فمه ما ينضر. عاد يسلك في الطعام ايده. خرص له عينيه لا ما شافش يقول انا بطعم زي.
ليه ما لأن الحرارة ما تشوفها العين؟ ليه العينك ما تشوف شي في الطعام؟ تطرح حيدة لو عدت تسبب فمك في الطعام تخلق تنسك ليه تطرح حيدك في الطعام؟ كل أي درجة فيها تلفونات يجهزها للإنذار المبكر عند بريد تطرحهم شي حامي يمشوا فرس تلفون عجلانا للقلب وللدماغ ها الطعام حامي ولذلك أعداد برقة لا ينظم إذا وعد متكاحب للورا مرجع هذا يبان حامي حامي من قال هذا وقالت هذا ويدي فيها جهاز إرسال سريع عند منين يمس تقوم الأعصاب ممشية رسالة للقلب وإلى الدماغ يا الطعام ما ينقرب يعني إنه ما اللي تدير أيدك ولا تفطر عينك ما شافت ويدك ما حست دار مولانا حكم أخرين قال الفم الفم فيه لسان يذوق الطعمة يعني قد عود الطعام اللي يتكرون مشكلته في الطعمة فيه صان فيه جزوات فيه طعمة فميها فيه ليد ما تفقل العين ما تشوفها عند منين تديره في فمك يجيم عليك العياط أمال اللي جهاز آخر ينقال له اللوك يجيم العياط عنك لطعام اسمه تجي قاوة ليه طريق مالي وينقال لك تشر 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 به الجهاز اللي بالفم العين مراقبة اللون وليد مراقبة حرارة والفم مراقبة اللون يا فهمتوه وعاقب ياك من قدرة الملي داير بطنبية كل كرش رقاش هي بطنبية تبقي تعرف الدليل ليش يخلق يبقى مالك أخلق محامي إن إنك لا يبدو على أي حامي حتى يبقى يصرفها لزويجي أنت الحامي تصرفه عند من يصرفها بعد دقيقة دقيقتين هو مدحة محمان لأنه لقات إلى بطنبية لتدخل السريع إلى بطنبية ربع الشوطة تطفى بطريق هذه الصنفية دائما 24 ساعة في 24 ساعة ما ترجع عند منين يجيك الحرارة توصل جوبك وانت متألم منها لهوالك بالدعاية لهوالك ملاهي يضحك ورد ايه وليك الله مرحام يا شو مسيت لها مسيت اهف وتلقيت لها الصنفية الالهية هذا يدل على صنع الله الذي اتقن كل شيء لا فيك ماهد ما يعرفهم جربوا في راسه انت الاطعام بيك الشد الحمار وهربت عنه تصورت تمسي شر فرشك ليه؟ لكن مولانا دايرهم صارينك اجهزه التبريد عجلان مالي سريع عند مني تطرح اولا عندك 200 حاميه ما شاف جاسوسك يعني انت وصل ينطرش عليها ركورات بومبيا قدام وتمرد دقيقه حتى لا يتاثر جسمك هذا كله من ربنا سبحانه في طعامك في استخراصك في جهازك قال ايوه هذا الاعمال يهما اللي تستقبل بهم الناس صحهم نظفهم جاءت الشريعة قالت هذا فرض قال هذا سنة قال هذا مندوب قال هذا كذا وهو كله توظيف هذا المخلوق سلموا لنا يجعلوا طهارة اذا السنن هاي السبعة ولاني قاعد ندخل معاكم في تفاصيل هذه العلماء يتموا يتكلموا عن السنة والمندوب وتفصيلات وان فعل وان نفسية وهذا مين نتكلم لكم عليه أكثرية الناس بها اللي مبتدي أو لا فاتت خالها لا هي أربط راسها حتى لا تميز بين قاع سنة ومندوب وفرض وخاطرا خليها لها لا بعبارة يكون للمبتدئين قادر يتاغوا معاه الصب الامتين الشق القلب يسجل الأرض وقليل نتيجة خير الله اللي قد يتاغوا معاه يسمعتوه إلا وقت لها رغبكم برواية من أجل تتمتروا معاها هي اليدين كذا والله نقطة معينة نختار نبه عليها وذيك الأمور التفصيلية وهذه السنة وإن نسيها وإن فعل وهكذا وهكذا هذه التفاصيل موجودة وكثيرة جدا غير خاطر لكننا نتجابوا كاملين بالشين قد نعبدوا به مولان نخلوا لكن لا بالقدر اللي كل واحد منا يقد يضبطوا الليلة يرجع به العيال وهو وخوات وقد يمشي به الليلة يسافر ورا هذا وقد ما في شيء قاعد يدور يلعبوا لعاد عنده طريقة يجب يعبد بيها الملك سمعتوه ولا ما سمعتوه يا غير اني اتصل بيها لقاها فوقات اخرى فيها سؤال لكن شاء الله لين تولني عنه مش نعرفه نوضح وفصل وبالنسبة للدرس العام المديور ويتاكم عن الناس يقتصر فيه الله على اقل ما يجي تفضل يا اخي وناشر من الوجوه فرضا على
وذاكر من الوضوء همزة ما تنكر بها الوزن، وذاكر من الوضوء الوضوء وذاكر من الوضوء ضربا على قرب أسابه أساب فعله وما تلا، وذاكر من الوضوء ضربا على قرب أساب فعله وما تلا. نعم، قال علم كأن سواناه قلنا له حد ذكر سمنا فرائض الوضوء ساحة. أنا قاعد صوته كما هو رد مع حد إذا هو قاعد قاوي يديه إلى المرافق ما أغسل. طبعا الفرائض مالكم باطل سبع آية. عارف إني سيت واحد منه. سيت يديه إلى المرافق ما أغسل. إنين في الطفيت منه ضوء حرمت والله جناحة. فهو أنا خارج كراعي قعري ما أغسل. قال لك مباشرة تعرف نفس صلاتك باطلة. ما هو خارج العكس دخلت فيها. لأن نفس دخلتها قاسم. العاد هذا من قريب. لا تعالى قاسم يا اخي الاذن يرضى بنية انه فريضة ناوي فيه انه هو من فرائض لا تستنى فرائض الى عاد مثلا ذا ناس يجيك الى المرافق جيبهم وجيب اللي وراهم ياك تحافظ عليه الترتيب اللي قال مولانا في ظاهر الليل كي هذا سهيت على يديه الى المرافق اللي انت تبدي وفيت منه 40 دقائق شوي تذكرتهم قال تنجيب يديه الى المرافق مقصنهم بيا اللي قاعد نقصرهم بي ونجيب ذاك اللي وراهم من له ذاك السابق هم ما نعلوا وذاك اللي وراهم نعلوا هذا قال في حالة القرب معناه في حالة انك ذكرت قريب من معناها من اللو كي لا يمكن وفيت من اللو جاب لي حد كاسيتنا الشرب والله مرده قلت كلمتين تلفنت شوي خفيف ذكرتني قاع خالق عضو ما قصرت وتلفت وابلي اذا قاع مني ما زعلي ما له وقاع مع الحاجة فقاع قصر من عند الراس هذا هم بالقرب والقرب عند العلماء الطول والقرب والبعد والكثرة هذه أمور لا تعرف إلا بالعادل أنا إذا قال لك بالقرب معناها أعلم لا لكن لي نحسو العنوار وبه العاديين يقول لك هذا ما لي القرب الطول والقصار والتوسط بغير عرف أمره لا يضبط الطول لا ياسر وهذا قريب وهذا قريب وهذا بعيد وهذا كذا هذه مسائل تنضبط إلا بالعرف معناها في العادة عند الناس إن يتسوى له وقت يقول ما لك عندكم رضي ياسر والله يقول لك هذا ما نفعل ما نوشي لا من علي لأن هذا عرف معناها ما تعوده الناس وتذوقوه قريبا فهو قريب وما اعتبروه بعيدا فهو بعيد سمعتوا وحدين عبروا بعبارة أن القدر الجهدي في أصلا سبحان الله وبحمد سبحان الله ثلاث مرات لا إله إلا الحمد لله لا إله إلا الله أكبر لا إله إلا الله وحده تختم به هذا القدر قال أولك ما وطق طق هاي عبد الواحد سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا ما هذا ما هو التسمية هذا واحد ماشي يذيع مع راسه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله كلام فصيح واضح مرتب هذا اللي يتعدل منه ذاك القدر انه اللي مثلا من عنده راقب هو العاده ولا الطول واللي كيف تاق اللي اقل من هذا قصه هذا ما بياس وفي واحد اذا قال اجيب كامل سبيح صلاتك معناها زاد وفايتك واصلا مع الناس وفايت ما هي وحده اللي قاعد يقول والله اذا تمتم الى الليل وفي اللي يقول كلمتين وارك متفاوض جاوب عايله الا ذاك المتوسط بالعرف لكن اللي من أعضاء نسيته وذكرته بالقرب إلا عند من يتذكره تعالى جايب وشير لك اللي وراه يلعب بالقرب سمعته لا هي عقب بيقول إنه يلعب صباحه بالقرب يلعب يذكره الله بعد من ينفات مضاه ساعتين والله لا والله وخوف من نسيت يا الله مش هنني كده قال يا قاد أنا قبيل قاع خالف عضو من أعضائي نقصر قال الصلاة هاي الحالية اللي أقصر العضو لا تجيب وراء سنبه وليت طوال المدة شيب الليلة لباقي لك ولا تجيب سنبه من أعضاء الأخرى اكتفى بالعضو المتروك هذا الكثرة من الأعضاء جيبه تو وإن كان بالقرب جئت به وما بعده نسمع دور ايوه طيب ولكن من الوضوء فرضا على فرض الأثار به وما تلا ما تلا معناها وما تبعه تلا معنى هذا اللي تلي ما تقرأ القرآن يقول الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ما معناها قراها ما هو التلاوة تلاها معناها مش على وراء تلا معناها تبعها من عربية استفدت من اللغة تلاها معناها مش على وراء وحتى فسروا بها واحدة من العلماء قال من حضر في يقرأ القرآن من القرآن من حد يقرأها لا يكن اللي متبعوا حد ما هو متبعوا قاع كأنه ما قرأه قال الهموم قال لهم بيه اللي مولانا قال يترونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به تنسوا يتلونه قاعد تلاوة عند القرآن شنو؟ قال إن القمرية تلاها
معناها اني تتبع القران واذا قال لك تعذروا معناها انك تالي للقران وني تقول لا تقرا حروف وانت مالك جاي من البر اللي فيه قرانك ما تلوت القران جال عندك ما هو التلاوة والله ما فهمتوا نعم بسم الله وإن يطر جعله قط والتدا ها وإيه وإن يطر ايه جعله قط والتدا هاي صح وإن يطر فعله قط والتدا ها وإن يطر فعله قط وابتدا وإن يطر فعله قط وابتدا وضوءه بالطول إن تعمد لا أركم لا هي إلى أطوار في المدة ولا ذكرت ما هو يعطيش قال لك على نتوه النفس إلى عاد في اتجاع من نفسه إلا ابتدي إقاع إلى عاد طوال حتى طول زي بعض العلماء يقولون قاع ما ترعن العلاج وهذه هي اللي مشي هو عليها أنك إلى عاد العضو قاع نسي طولين طوال الزمن على أنك هو قاع وأنك ما تي تجيبه أن الطول الكبير وخاصة للعث متعمدا معناها على أنك خرجت قاع تركت العضو لين فات عليه الوقت انك لا تصلح انك ما مقبول لك ترقعه خلي عنك ذنوبه واحسن من دونه واتي بوضوء جديد لانك تعمدت طوله ومعناها انك قاع معامل شخص قاع ما لك طبيعي الى عاد الصلاة لانك ما قارب حتى من قرب تقدر تجيبه هو ولا تاتي بما بعده وان قرب اتي به واتي بما بعده اما انا فهمته اي بقول إن كان صلى بطل ويفعلون سننه فقط لا يستقبل. واجب علي اغسلها، سهيت عن واحد منها، ايديها الى المرافق ما غسلته. والحقني يا طوال، الحقني قاعد تصلي، لان انا الصلاة كاملة، الزت حذرت من الصلاة كاملة باطل. إلى عاد هاي وضوءك عام الأول. وصليت وأنت باقي واحد من أعضائك، وعقبت فطنت أنك ذيك الساعة. صليت من ذكر على واحد من أعضائك ما غسل. جميع اللي صليت. بذاك الوضوء بصورة خاصة باطل هر لأنك صليت على غير طهارة والصلاة لا تصح إلا بالطهارة لكن عذرت من العبادة كان بذاك الوضوء وراه موخل إن كان صلى بطل إلى عاد الصلاة تارك ما هو فريضة قال تارك ما هو يدو إلى المرأة ولا هو مسيح الراس ولا هو غسيل لوجه ولا هو النية ولا هو غسيل الكرعين ولا هو الفور ولا هو الذلك شبر السنة لأعضاء الأخرى قال لك انا لك سيفعلوها لك يعدلها لما ترجع حد ينسي سنه الا الساعه اللي ذكرها يجيبها ولا عاد بعد كلام الوقت يجيبها وهو صحيح في السنه ما تبطل تركها ما يبطل وبالنسبه للواجب معناها حتى تعرف عقب من اعضاء الوضوء لا بد انهم يجيبوا والله ما هو خير فهمتوا ولا ما فهمتوا ترك الفرائض مبطل للوضوء الى عاد طوال ولكش وترك السنن الا تعدلها للمزاجة يا غالب فات ما فعلي التلفات اسمعوا ما تبطل ترك السنن ما يبطل ايه واقول اصلي بعد اللي مشهور بقى يزور ودلك فيهم خلاف مانع في المذهب المالكي هو مالي قلت لكم في البداية على ان اللي مجمع عليه الا الفروض القرآنية اخي الاخر اللي في نقاش ايه واقول حانوني حانوني سلام تفضل بسم الله خلاص المسار جايته تعدل السنة لا المسار جاي والفاء تنضى إلى عاد الباقي عليك الله السنة وانتم اضبطوا تضبطوا السنة السنة لين يعود الباقي عليك الله السنة معناها انك عدلوا تو لكن اللي بقى عليك منه نسيته قلت راسي عدلوا تو للصلوات اللي ما زالوا جايين فغالب كنت صليت ماضي إلى عاد الصلاة اللي تركت فريضة من الفرائض لو ما اخلي هذا ان شاء الله نعود فهمناها كامل ايوه ابو عظمها فهي تساوي اصلها قال عندنا قصة الى عدسة احنا قبل قلنا على الورقات عن عضو من الاعضاء بقالوا وشمه ما قصروا والله بقالوا راسه ما مسح والله بقالوا ايديه الى المرافق ما قصروا قال قالنا الى عدسة بقيت عليه الا لمعة ما هو عضو الا لمعة تعرفوا اللمعة شنو معناها بليدة بقيت ما الحق هلمة في واحد من الاعضاء الواجب عليه وجهك بقيت فيه صقعة والله راسك بقى فيه بليده ما مسح ليه والله يديك الى المرافق بقات منهم بليده ما جاء عليها الماء والله كرعيك بقى منهم شهر وعليه شمن الطين اليابس ما افطنتو عند من انت تطالع عليه تعال واغسل ليك البيده اللي باقي سمعت الكلام هذا ولا يعنيك لا تجيب لك اللي وراها من الفرائض ولا يجيب جيب اللمعه واغسلها وبنيجي الفريضه انا واجب عليك وهذاك اللي فت صليت ثم اللي صلاته باطله
سمعتوا ولا ما فهمت؟ اللمعة مولاها ما يجيب للي وراها يا غير فارض عليه يقصر هيك بيد اللي بقى من وجهه والله يديه والله راسه والله كرعيه يقصرها وراه اللي لحظه يخاف صلى به ما كذا ونوله ما يبطل ما يبطل لا عالش القضية والله ما زال بل بهاللي المتروك وقليل والشريعة من قواعدها اغتفار اليسير والتعامل معه بالطبيعة لكن اللي منه قريدي حتى لا يعامل معه بيصر اسمعتوه ولا ما اسمعتوه ايوه ابو ولكن السنة بعد عشرة في ضرب من بعد تمامه رجع بارك الله ايوه ابو ولكن السنة بعد عشرة في ضرب من بعد تمامه رجع قال ان رجع ذكر سنة انا ما زال انفتي تيزنا ينخسلها تيزنا ينخسلوشي تبي تذكرتني المضمضة بقيت ما نرجع فقال لي نفوت نوفا منه وقيل قاع نوفا من اعضائي كاملين نرجع للمضمضة والاستنشاق قالوا يا علت شنه قالوا لي ان الفرض لاحق من الكبرى عند مولانا اللي ما يرجع من الكبير للصغير يا خلل يا غير اذا دفعت عن الكبير شور الصغير ارجع عن الصغير الكبير كيف تمسح على وذني وانت قاع باقي راسك مام اهنا ارجع عن المسيح وتعالى الراسك الرجوع من السنة إلى الفرض مقبول والرجوع إلى عن الفرض إلى السنة مرفوض الكبير الكبير يقدر ينعش شعوره ولا تخسر شيء والصغير ما يرجع شعوره عن الفرض مثلا كمثال أنا أصلي وهل يغلق فيها ياسم الناس أصلي مثلا إذا هو قدامي الإمام الساعة عن قعدة الوسطى تعرفوا قعدة الوسطى مالهم كل ركعتين في الصلاة وراهم قعدة يلعات رباعية الإمام السقع وجواق ما قعد قاع خارج من الوقت يجي الإمام واقف ويجي واقف يوم واحد من المسيد المتلي سبحان الله سبحان الله معناه يا الإمام أرجع ما تلقى أرجع لأن جلسة الوسطى سنة والقيام اللي يكون ركعات واجب والواجب حدد خارجي ما تلقى أرجع للسنة يا غالي لا قلت سبحان الله وما زال يتحرحز ما مات مرقوي به وركابه التران هي يسمع سبحان الله هي هنا لأنه ما فات تخالف الفرض ومن الساعة اليوقف عاد في الفرض وحد تخالف الفرض ما يرجع للسنة يا غالي لقى قاس السنة ما زال بقى عليه الفرض يرجع فهمت فيه المثل متعاكسة تفضل لاك تنبيه يا غالي مش كده في واحدين ممتدين يدوره يرجع ايه وانه ملي ما يبغى يرمحه خارج من لين ملي رسولية لين يقول سبحان الله يعمل واقف فيك عدل القاع ربما يتكي قاع ولا تربط راس ولا تخسر عين الصرا تجي قاع لا يتطب وتنكت عيني ايه الصلاة تستلم ما في سؤال اسوء ما في سؤال تعال اللي مكو عنده سؤال ولا استشكال يجي وقت اخر والله يفتح المجال اللي يصير يسوي تفضل فضائل الوضوء ونودب التسمية ثم سواك ثم سواك ونودب التسمية ثم سواك وشفع مقصود وتدريب كذاك قال لنا على المواقف وفهم السنن فاجاب لنا الفرائض سبعة والسنن سبعة وذاك ليه يتكلم على شيء قالوا الفضائل والمستحب والمندوب قيل لهم معي هم ورين قال لك مستحب يا اخ مندوب ورين قال لك مندوب يا اخ مستحب ورين قال لك فضيله يا اخ مندوب ورين قال لك مندوب يا اخ فضيله ومستحب اهلت الفاظ تقريبا الى اربعه هذو كاملين قالوا لك معي هم كلهم يعبروا عن المكتوب عبارتنا مندوب مستحب فضيله هذو كاملين يقولوا الفقهاء وواحد منهم يستعملوا اللغة لا فرق عنده قال يقول السنة أراهم ركبوا يديهم شوي السنة أكبر من الجميع اسمعتوه ترى هو مالكم بعد مرة يعود أمي ما هو به اللي قارب يعاشر ويشمر المندوب والسنة اجعل على المندوب قاع داخل بكرش من السنة ويشمر المندوب والسنة إن السنة قاع جزء من المندوب قال رغم أول اصطلاح اليسر واحد منه إذا قالوا الله لا يتكلمون على فضائله لا يقول ان المسائل اللي فضية في الشريعة تعد الفلوس غير ما هي واجبة ولا هي سنة وحد عدلها يجبر ياسم
حد ما عدلها ما ينقال له كلمة. قالوا الكلام تفضل. ونجد التسمية ثم السواك. قال من أول سواك قاع من آداب فضايلة لو أنك تسمي. براه مالكم بعض أهل العلم قال أنك يعني تتوضى ما سميت لا يقبل الله وضوءك. أنك يعني تتوضى يا ولتك تقول بسم الله. واختلفوا من دركانك تكملها والله كافية بسم الله. قال واحدين على بسم الله في بعض الاحيان يعود ما ممدوح انك تقول، لكن انت لا تكر الطعام لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وانت لا تلكي ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقول بسم الله يتوف. قالوا لان الرحمن بعض منهم قال ان الرحمن الرحيم تذكر الله في شله ترفق به، مش له تحمل وما تقول له الرحمن لانك ما لك راحم به. الله انتم انا ما انت شيء تاكلوا حالا. تقول الرحمن الرحيم اشكم جاس الصعن والهيف انك يتعود لا يتركي لا يتوكل لا يتشرب لا كذا انك الرحمن لا تذكر لا يقول بسم الله يتوكل انك ذكر اسم الله وخلي الرحمن والرحيم لان ما قام ما يتناس معه وقال واحدين رواية اخرى على كل حال مسألة خلافية المهم انك تسمي بعضنا خلافية هل تكمل او لا تكمل هذا التفصيل الله اعلم وياك هذا يشبه بعض العلم والله اعلم ماذا ذاك قال على انه اول شيء بعد قاع من فضائل الوضوء هو تسمي قول بسم الله وحتى بعض منهم يقول انك يغتك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقع ما يذكرها كثير منهم قول بسم الله اللهم صل على محمد وعلى اله شكام لا يتعدد وتم ذكر الله ويكرر تم ذكر اسم الله وذكر اللي اول مخلوق دخل الاسلام باسمين اسم الله واسم رسوله اللي انت تدخل الاسلام كافر قاع ما تدخلك شيء تقول الله لا اله الا الله سميت الله محمد رسول الله اذا دينك واقف على الكيستين اسم الاله الخالق واسم المخلوق اللي مبلغ دين الله عليه الصلاه والسلام انك تقول بسم الله اللهم صل على محمد تقول كانك جماعه اصول العقيده شفتهم كم والله ما ادخلكم ايوه اقول التسمية ثم السواك وسبع مقصورين وتدري من كلام. قال لكم عن امي ايضا مندوب التسمية في بداية اعماله. اي فهم نقاش من بركانك اذا صحيت ما قلت الاول وكانت قد تقول قد تقول. قال واحدين قايسين على قولة النبي صلى الله عليه وسلم على انك يعني انت ما سميت سابق الطعام ولحقت فيه تتكلت وبيك السلعة ما قدرت تسمي. والله بيك الشيطان الصحيح انك يعني انت فهم نقول بسم الله على اوله واخره. على اوله واخر نغمة اللي قلت عدلها في طهارتك السيد ما قلتها في البدايه قول في اخرها بسم الله على اوله واخر سمعته انك ما يفوتك الا الخير ايوه اذا يسمي قال عنه ملي كذلك تشفيع مغسول معناه ان رجال لا يغسل انا ما ينغسل وجهي ما ينغسل ايديا المرض ما ينغسل كرعية هذه الغسلات اللي قالوا لي في الفرائض كامله قال على اني الشفع فيهم والتثليث معنى الشفع تنقال الاثنين والتثليث واضحة. إن الأولى فريضة، القارثة الأولى على وجهك واجبة. والقارثة الثانية والثالثة لا مندوبات. ولذلك تجد ضارك يتعود على الهواء والوقت ضايق والإمام ما يقد يتالي. دين عجلة. وياسر ما يوفى. على أنك تجد لا تقرأ في قارثة واحدة. وتوخاها على وجهك ما يبقى منه بلي. وتقرأ في قارثة واحدة وتوخاها على يديك إلى المرافق ما يبقى منها عود ما يبقى نبعه. وتخرج على راسك وتمسح مسحه تعممها وتغسل كرعيك بغسله واحده تعم عليهم وفي التنوي طبعا ولا اجي واقف الله اكبر به اللي الامام الى مشيت وصاروخ ما يقدر يدارك به جايز لك جايز لك اتحدى ديون فرايض بغرفه واحده لان القرفه الثانيه والثالثه اللي احدهم مندوبه كذلك لعاب عندك اللاشي من المقليل ما يقدر يوظيه قالوا انك ينعود عندك قد اللي يوظيك بالفرائض لا بالسنن ولا بالمندوبات انك تعدل وتقبض الماء وتخلي السنه وتخلي المندوب وتتوضا الا يعقد النيه واغسل وجهك واغسل يديك الى المرافق بقرده وامسح على راسك واغسل كرعيك وجي واقف وقال لك السنن منين؟ يقولون نصيب لهم انا اجبر ما غريش في امي المندوب منين؟ يقول له المندوب اللي الحد صابله ايش قايم ترمى ما هي واقفه لك لين يضيق لين يضيق عليك الوقت ولين يقل عليك كلمه ولين تعود لا تفوتك الجماعه وفهم ضرورات معينه اكتفى بالفرق خلي عنك لو
يقيد الا بالفرض، وما هو فرض ما يقيدني. والله لا يدخلكم حد يسقيه موكا، لكن اللي عدى كامل مش هاصل له. ايه واقول والبدو يقدم العضو وان مع فروضه ترتيب السلك. ايه وقال علم انه كذلك يبدو ان مندوب لك انك تبدا بالاعضاء اللي تقصر والاعضاء اللي تمسح تبداهم الا من قدام. شفت واخ مولانا قال نمسحوا برؤوسكم. اذا قبضت ايدي مثلا ودرت على ناظر وعدت نمسح من هون ناظر. وقبضت ايدي اخرى مالي ومسحت بها من ناظر الى اخر وعدت جاي راسي من فوق جاي وجاي من قبل النواظر. ما قد حد يسمي. اذا مالي بدات من قضافتي نافذ راسي من قدام. ما قد حد يسمي. إلى تيت نغسل أيديا إلى المرافق اقبلت وبدأت بالمرفق وقمت راقب شهور لي من قد يسمين. اقبلت ما عندي على جيبي ولقيت بشهور راس صباعي من قد يسمين. مولانا قال أرجو لكم نغسلهم وتو ولا قال لي نبدأ من منين وننتهي من أي. من هنا فطن العلماء ذي الرواية لوالهم النبي صلى الله عليه وسلم شافوا تطبيقات وعرفوه. لوالهم ما بدأ بواحد من الأعضاء يكون من بيدي. قالوا إلى ما ينذرون في المنادي الأشياء الفضيلة يا غير بما أن الله أطلق الهيئة ولم يقيدها بحالة قضى ونبرتها عن الواجب ودرناها في المندوب. والله أنتم ما كن فاهمين. قالوا مولانا لا أمرنا بنقص ولا كنا مسحولا يا غير ما أدخل النفس تفاصيل كلامه ما أدخل التفاصيل أهلا نشغل مني. وما دام أطلق لنا عندنا نقدر نشوف من الزر العرضي والعصري ومن فوق ومن تحت ونبدو من عند المرفق إلى راس الأيدين ومن على جيبي الى راس والعبد وياك. وبالتالي اذا كامل تقول العرب الغسل وتقول المسح والتفاصيل. قالوا السنة عدل ذا. قالوا ما دام اطلق القران وبينت السنه الكيفيه لا ينجروه فرص مثل المندوب والفضيله وش متعدل لغير ما قد نديره واجب لان الايه جاءت مطلقه. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ ايوه طيب. وبدل مقدم العنوان مع فروضه ترتيب السلك. دار من اللي مطلوب منه من باب الفضائل يرتب ما قلنا بلي ترتيب الفرائض. ان عند مالك يوم لقى يرتب الفرائض كما ذكرت في القران. قال عنه اللي كذلك من المندوب ترتيب السنن البنات. نبدا اولا بغسل ايديه حسابك ندخل. ان الحمد لله الذي نعدلوا فلو يبدا لقى يغسل ايديه يتمضمض يستنشق يستنهر يرد مسح الراس بعد من يوخر يمسح الاذنين. هذا الحمد لله هي الهيئه الطابعه عليها المسلمين لله الحمد. لكن الترتيب بيناته مندوب ما هو واجب ولا هو سنة. معناها زي فيك ترتبه بالطريقة اللي امر بها رسول الله وافى عليها. يعني ما هي واجبة عندهم ولا هي سنة. الله ما فهمتوه. ايوه طيب. وقلة الماء وان يقدمها. يعني ان الماء المندوب. يعني ان الماء اللي يلا نجلوا الماء يكفى اصلين فيه. قال ابن قيم الجوزية. اعلم كان احمد بن حنبل اذا توضا هؤم التلاميذ اللي يوسعوا الاخلاق. قالوا كانوا عنده تلاميذ يتوضا في الليل من الجنازه. يعني شوفوا بلاد وضوء.